حاجه من الحاجات اللي انا كنت دايما خايف وقلقان منها في حياتي هي ان انا افضل تايه وما اعرفش انا عايز اعمل ايه وما يبقاش عندي هدف واضح انا عايز احققه. دايما الموضوع ده كان بيخوفني وكنت دايما اقعد افكر هل انا ماشي في الطريق الصح ولا لا. انا واحد من 4 اخوات ولاد كانوا دايما شايفيني الفاشل اللي فيهم وكان عندهم حق لان انا كنت بجيب اوحش درجات في اخواتي، دايما عامل مشاكل في المدرسه، قفشوني وانا بشرب سجاير وانا في ثانيه اعدادي، فيعني كانوا فاقدين فيا الامل تماما. ولما خلصت مدرسه جايب في اخر السنه ليا 98% في ثانوي، ما حدش كان مصدق نفسه، يعني مجرد بس ان انا جبت فوق ال 90 دي بالنسبه لهم كانت انجاز. وجت فتره التعليمات في الجامعه والحمد لله كانت الابواب كتيره مفتوحه قدامي، بس ازاي واحد عنده 16 او 17 سنه يقدر يحدد هو عايز يعمل ايه بيه في حياته؟ قررت ان انا اخش اي او سي زي اخواتي ودخلت ميكانيكال مجرد بس ان انا كنت حابب الماث والميكانكس في المدرسه. طبعا لو اي حد هنا هندسه يعرف ان ده ملوش اي دعوه باللي احنا درسناه. ولما كان اي حد يسالني وانا في الجامعه انت عايز تعمل ايه لما تتخرج كنت اقول له ما اعرفش، يعني اعرف منين غير لما اجرب. وقررت ان انا اجرب كل حاجه، يعني دخلت كل الستودنت اكتيفيتيز اللي عندي في الجامعه، دخلت مسكت كوردينيشن هيد، كنت بنزل الموسكي والفجاله وبفصل مع التجار، ومن الناحيه الثانيه كنت ماركتنج دايركتور، بنزل اعمل تريننجز للممبرز وبنزل اقابل ماركتنج مانجرز. وكنت مصمم ان انا كل صيف وشتاء لازم انزل تريننج في حته جديده. نزلت تقريبا في كل حته، نزلت في مصانع الحديد ونزلت في المطار، نزلت في شلمبرجيت مواقع البترول ونزلت في نسلة. وانا جاي اتخرج كان مطلوب مني ان انا اعمل 8 اسابيع تريننج، انا كنت مسلم 26. الموضوع بالنسبه لي ما كانش موضوع ان انا املى سي في اكتر ما هو كان موضوع ان انا اعرف انا هلاقي نفسي فين. وال 26 اسبوع دول اكدوا لي ان انا مش هلاقي نفسي في اي حاجه من الحاجات دي، ان انا ما انفعش في اي شركه من الشركات دي، لان انا لما نزلت الشغل مع ابويا وعرفت يعني ان انت على قد ما تشتغل وعلى قد ما تتعب اكتر هتلاقي العائد جاي دايركت عليك انت. قررت في اخر سنه ليا في الجامعه ان انا اخش واخد كورس اسمه Entrepreneurship and Innovation. وكان اول ستارت اب اشتغل عليها كان ستارت اب اسمها اي جي سايكل، كانت ريفرس ريسايكلينج ماشين، بتحط لها الازايز البلاستيك والكنزات وبتديك ان ريتيرن كوبونات ودقايق بسيطه. وفي نفس الوقت كان في بزنس لاين كومبيتيشن عندنا في الجامعه بيعملها كلوب اسمه Entrepreneur Society. دخلت فيها ابلكيشن اسمها ريزي جايه من ريستورانت ريزرفيشنز. بتساعد اليوزرز ان هم يكتشفوا اماكن جديده ويحجزوا ويدفعوا ثرو الابس. كل ده فرق قوي في شخصيتي وعلمني حاجات كتير، يعني اتعلمت ازاي افاصل، اتعلمت ازاي انما ان انا لما يكون عندي فكره عايز اشرحها لحد اعرف اوصلها له، واتعلمت وكسرت حاجز اللي كان عندي ان انا اعرف اتكلم، ان انا اتكلم مع ناس جديده وان انا اتكلم مع ناس اكتر مني. ولما جت فتره مشروع التخرج فكرنا انا وزمايلي ان احنا عايزين نعمل حاجه فعلا نميك ا ديفرنس فيها. وفكرنا ان احنا مش عايزين المشروع ده يبقى بس مجرد ان احنا ناخد الدرجه بتاعته وخلاص. وقدرنا لحد ما لحد كبير ان احنا ننجح ان احنا نحول المشروع التخرج ده لستارت اب. قدرنا بيها ان احنا ناخد الجو جرين اكسبو سكند رايز، وقدرنا ان احنا نبقى فندد ونخش الاي سي فانشن لاب ونطلع بعدها الام اي تي انتربرايز فورم في البحرين. انما بس قبل ما اشرح وابدا اتكلم عن الموضوع عايز بس اسات الستيج ان انا احكي عن كوارث واحداث حصلت في خلال الكام سنه اللي فاتت. وانا بتكلم على بوركينوس وهيريكينز وفلودز. ايفنتس واحداث كلنا بنعتبرها كوارث طبيعيه، لكن في الحقيقه هي مش كده. في الحقيقه تخيلوا معايا ان الانسان والطبيعه في علاقه، وفي الحاله دي ان الست هي الطبيعه، لان مهما حاولت مش هتعرف تاخد معاها ولا حق ولا باطل. فايه هو اللي احنا بنعمله اللي بيخلي الطبيعه ان هي تاكت معانا بالطريقه دي؟
والمشكله في كل حاجه احنا بنعملها من من الطريقه اللي احنا بننتج وبنصنع بيها لطرق المواصلات اللي احنا بنستخدمها كل يوم. كل ده رجع لاعتمادنا على الفوسيل فيولز اللي هو الكول والاويل والناتشرال جاز اللي هم المين كونتريبيوتور للكلايمت شينج وجلوبال وورمنج. واكوردنج للستدي بحث اتعمل من الاوروبيان يونيون ان جلوبال جرين هاوس جاز ايميشنز والعوادم زادت بنسبه 60% في خلال ال 10 سنين اللي فاتوا دول. انما الرقم ده في مصر زاد بنسبه 152%، زاد اكتر من الضعف. ولقينا ان في مشكله. المشكله احنا كنا عايزين نحلها، وحتى هتلاحظوا ان في تطورات كتير قوي حصلت في مصر في مجال الرينيوبل انرجي في خلال كام سنه اللي فاتوا دول. طبعا انتم ممكن تبقوا فاميليار بويند وسولار انرجي والطاقه الشمسيه، بس في نوع من انواع الطاقه المتجدده اسمه biofuels. احنا كنا شايفين ان هو فيه بوتنشال عالي قوي. biofuels بتيجي من الزيت اللي موجود في النبات. شفنا ان احنا لما نعصر الزيت ده نحط عليه ونعالجه معالجه كيميائيه نقدر ان احنا ننتج وقود متجدد نستخدمه في العربيات. انما المشكله اللي كنا دايما الباي فيول اندستري دي بتواجهها هي الفود فيرسس فيول ديبيت، اللي هو شود وي يوز الريسورس بتاعتنا بتاعت الاكل والارض ان احنا ننتج وقود نستخدمه في عربياتنا. وهنا جه الريسيرش بتاعنا ان احنا انتجنا باي ديزل من ان ادب بلانت اسمها جتروفا. جتروفا بتتزرع على اراضي الهامشيه الاراضي الصحراء، في نفس الوقت بتسقي ميه الصرف الصحي المعالجه بحيث ان هي مش بتتنفس ولا مع الاكل ولا مع الارض ولا مع حتى الميه الصالحه للاستخدام. بعد ما انتجنا الجتروفا لقينا ان جتروفا باي ديزل ده ممكن نستخدمه almost اي نوع من انواع الديزل انجنز، وفي نفس الوقت بيقلل الكربون ايميشنز بنسبه 80%، واحنا بننتجه بسعر اقل بنسبه 30% من اسعار الديزل العالميه. مش بس كده، الجتروفا ممكن يستخدم كافيشن فيول في الافيشن اندستري في الطيارات. في نفس الوقت الاويل ممكن نستخدمه از لوبريكنت في المواتير. المشروع بتاعنا كان بدا ان هو كان مشروع قومي ودرسناه ان هو يبقى معمول على 100,000 فدان. لما وصلنا للنتائج بتاعتنا لقينا ان المشروع ده يقدر يوفر لمصر مليار دولار في استيرادات الديزل. بعد ما خلصنا المشروع ده واخدنا الجو جرين اكسبو بسبب البحث، دخلنا الاي سي فانشن لاب وكنا من الفاينلز اللي اخذوا فاندنج، وبعدها كتب علينا في جريده الاهرام. وبعد ما خلصت الاي سي فانشن لاب وكنا ابروتش باي انفسترز، بعدها بشهر على طول دخلت الجيش. وهتشوفوني انا لو بصيتوا كده هتلاقوني اخر واحد فوق على الشمال. فلما دخلت الجيش كنت فاكر ان انا حياتي كلها هتقف وان كل اللي انا عملته ده هيثبت لي سنه ومش هعرف اعمل فيه اي حاجه. في السنه اللي انا دخلت فيها الجيش دي اللي هي بدايه من شهر 2 اللي فات قدرنا ان احنا نستابلش الشركه ونديفلوب البرودكت بتاعنا في المطبخ، بجد يعني في مطبخ واحد في بيت واحد صاحبنا. قدرنا بعدها ان احنا نخش نكومبيت في الام اي تي بان ارب فورم، وكنا من ال 15 ستارت اب اللي اتاخدوا من ضمن 8,000 وشويه اللي طلعوا البحرين. دخلت اي كو فاوندد شركه اسمها مرايه. It's a bent house بتعمل BTL manage BTL campaigns للشركات، ونشتغل مع اليو ان اف تي اي ومع الاف ام سي جيز. وشركه اسمها اسكو لوجيستكس بتمانج لوجيستكس للمصانع اللي احنا بنشتغل معاها. وقبل ما اخش الجيش على طول كنت مقدم في ان انا اعمل سكولرشيب واطلع اعمل الماسترز بتاعتي في سبلاي تشين مانجمنت في ام اي تي. واتقابلت في الماسترز وقعدت ان انا اذاكر في بعد ان انا اذاكر في الجيش، وبيوصل بيا الحال ساعات ان انا ابقى واقف خدمه ماسك السلاح في ايد وماسك موبايلي في ايد الثانيه قاعد بذاكر. عايز انهي التوك
في نصيحه كان ابويا دايما يقولها لي، كان دايما يقول لي اي حاجه انت تعملها او اي حاجه انت تحاول تعملها لازم يبقى فيه هدف وراها، لان يا اما انت كده هتفضل واقف ثابت في مكانك ما بتتحركش. وكان بيقول لي ان الدنيا دي عامله زي كانك ماشي في نفق ضلمه مش عارف انت رايح فين، واي قرار انت بتاخده بينور لك لمبه وبيوريك طريقك. كل ما تشتغل على هدفك ده كل ما اللمبه دي تنور اكتر وكل ما طريقك ده يظهر اكتر. فاحسن من اختيار اهدافك واحسن من اختياراتك وادي ان ربنا ينور لك طريقك. شكرا.